بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيل عادة ما تختفي الفرص في شكل عمل شاق، لذلك لا يتعرف عليه معظم الناس. وقيل أيضا لا يمكننا توجيه الريح، ولكن يمكننا تعديل الشراع حسب اتجاهها. قيل أيضا إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم. وقيل أيضا إن عظمة المرء الكبرى لا تكمن في القدرة على عدم السقوط، بل في النهوض بعد كل سقطة. وأخيرا قيل سر النجاح يكمن في الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد الحماسة. في هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني حفظه الله، وكيف تكون ناجحا. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا يا أخي يوسف، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك شيخنا الكريم. هل للنجاح ضريبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بلا شك أن مطلب كل إنسان بغض النظر عن ديانته ومعتقده أن يكون ناجحا على حسب تصوره هو. ولهذا النجاح ضريبة من المعاناة، من الجهد، من نقد الحساد، من شق الطريق بالصبر والتضحية. وكل على حسبه، بحسب ما يعني الأمر المقصود، بحسب الهدف المنشود الذي يطمح إليه الإنسان تكون تضحيته أعلى. فمثلا تضحية العلماء، تضحية الملوك، تضحية القادة الكبار أعظم من تضحية العاديين البسطاء بسبب الهمة التي يحملها الإنسان. وأعظم الناس هما في العالم بإجماع عقلاء الناس هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولذلك اصطفاهم الله وزكاهم ومدحهم، وأجمع كل عاقل شريف على أن أفضل الناس هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، لأن كان همتهم راقية، كانوا يرون إصلاح البشرية، إعادة البشرية إلى ربه، تعبيد الناس رب العالمين. وهذا أمر يأتي في مجاله إن شاء الله. نعم شيخنا، التعب هل هو يعني ضريبة النجاح؟ التعب والسهر ضرورة للنجاح؟ لن يحصل أحد على أمر مطلوب دنيوي أو ديني إلا بتعب يبذله. لا يظن أحد أن المجد سوف يهدى له على طبق من ذهب وسوف يكون نائما. إن الخامل الفاشل المقعد لن يرتقي إلى سلم المجد أبدا، ولن يجد مكانا محجوزا له في صالة انتظار الناجحين أبدا. ولهذا يقول بعض الأدباء المعاصرين إن الفشل قطرات من الإخفاق، وقطرات من الإحباط، وقطرات من الكسل، وإن العظمة قطرات من الدماء، وقطرات من الدموع والجهد والمعاناة. ولذلك بقدر ما يبذل الإنسان، بقدر ما يسعى، وحتى إشارات هذه في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ما هناك إلا مسارعة، وما هناك إلا مسابقة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والسابقون السابقون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعا، ويطلب صلى الله عليه وسلم المسابقة والمبادرة. فالشريعة تدعو الإنسان أن يستيقظ وأن يفيق وأن يبذل وأن يجاهد. وحتى أجمع كل العقلاء والعلماء والأدباء والحكماء على أنه بحسب بذل الإنسان سوف ينال المجد. المجد ليس وراثيا، يعني قد يرث الإنسان مكانة، قد يرث مثلا منصب، قد يرث كذا، لكنه إذا ما حافظ عليه بجدارته هو، بجهده، بمهمته، سوف يرفضه الناس لو كان ابن من يكون. ولهذا وجد في التاريخ من كان آباؤهم نجوم وكانوا أقوياء وكانوا شرفاء، وأتى لهم أبناء يحملون الكسل والوهن فأخفقوا وضيعوا هذا المجد. الآن عبد الله الصغير في الأندلس لما فقد الملك في الحمراء قالت له أمه، لم يكن كأبيه قوي وكان يعني صاد وكان يعني شجاعا وكان حازم مثل أبي، لا، أخذ يبكي لما تولت المملكة، قالت ابكي مثل النساء، مجدا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. أنا أقول من هذا المكان الذي ليس عنده صبر ولا همة ولا استعداد لبذل التعب لن ينجح، لا في وظيفة، لا في منصب، لا في مهنة، لا في تخصص، لا في علم، لا في عمل. فأدعو الجميع إلى الصبر وإلى المثابرة وإلى يعني بذل الجهد، وأن تكون عند الإنسان حافز من الهمة، وأن يعلم أن المجد لن يؤتى هبة ولا هدية، وإنما حتى يقول شوقي وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من بذل ومن أعطى
سوف يحصل على ذلك، يعني الشواهد كثيرة في هذا الباب. نعم. شيخنا الكريم، هل ثمت أسس أو أركان ينطلق منها الإنسان للنجاح، يعني يعلم أن هذه هي الأركان ومنها بعد ذلك ينطلق؟ يعني هو أصلا صفات الناجح هي أربعة أركان، أقولها باختصار في الإسلام قصدي، لأن نحن متعبدين بشريعة أمام الله سبحانه وتعالى. الأول أن يكون الله راض عن العبد، وذلك بتحقيق العبودية سبحانه وتعالى. الثاني أن يكون العبد، أن يكون من حول الإنسان، من حول الإنسان راضين عنه كالزوجة والابن ومن حوله في العمل والزملاء، لأن إنسان لم يكن اللي عندهم مرتاحين لهم معناه أنه مخفق، ليس ناجح، لم يكسبهم. الثالث أن يكون إنسان راض عن ربه سبحانه وتعالى بعمل يقدمه لمولاه فيرضى بشرع الله ويرضى بقضاء الله ويرضى بحكم الله. الرابع أن يقدم الإنسان عملا مفيدا بحسب طاقته، على حسب ما أعطاه الله من موهبة من عقل. أنا أعتبر الموظف العادي الذي يداوم والذي يحسن في المعاملات والإجراءات هذا ناجح. الأستاذ الذي يقدم المادة صحيحة والمعلومة صحيحة ويكسب يعني ثقة الطلاب هذا ناجح. الشاعر الذي يقدم القصيدة الموزونة تدعو إلى الفضيلة وإلى القيم وإلى الأخلاق هذا ناجح. الكاتب الذي يقول مقالة رصينة تبني في المجتمع ولا تهدم هذا ناجح. المحاكم العادل الذي ينصف الرعية والذي يعيش شعبه في أمن وفي سلام معه هذا حاكم ناجح. وقس على ذلك. نعم شيخنا، موضوع الهوى غالبا ما يكون هو الـ 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 يعني العقبة أمام الناجحين، يعني غلبة الهوى أو مصارعة الهوى غالبا ما تكون هي العائق. بلا شك أن الناجحين في العالم هم قليل، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر الإقدام قتالوا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ترى أكثر الناس أصفار، ترى أكثر الناس مهمشين، أكثر الناس فارغين. وإذا كنت نظرت للناس تجد الاهتمامات التافهة، يعني ألوف من الشباب الآن، ألوف من الناس، ألوف من العامة يجلسون في المقاهي وعلى الأرصفة وفي الحراج، لا هم لهم ولا شغل إلا الهذيان والكلام الفارغ، لا يحفظون قيمة الزمان، لا يعرفون قيمة الوقت، ليس عندهم طموحات. تسأل الواحد يريد وجبة مثلا وفقط، ويريد أن يشرب شاي ويريد أن يتحدث ويتكلم لك في الجو ويتكلم لك في درجات الحرارة ويتكلم لك في البورصة، ما عندهم همم. قل من الناس من يكون عنده همة راقية، ولذلك تجد النجوم في العالم قليل. حتى يقول متنبي لسيف الدولة: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. يقول لك قليل نادر، مثل أن المسك في دم الغزال قليل، وهذا يعني مسألة طبية ليس هذا مجالها. فقصدي يا أخي حتى منهج القرآن يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور. الآن حتى في المدار الآن كم تخرج جامعاتنا الآن في الدول العربية وجامعات الخليج؟ ألوف مؤلفة، أين أثرهم؟ أين جهدهم؟ أين إبداعهم؟ لا شيء. قل أن يوجد النابغة، أن يوجد الموهوب لأسباب. فأنا أن أرى أن من الأسباب المهنة الهوى الغلاب، فإن أكثر الناس تأخذه الأرض، تأخذه الطين، يأخذه حب اللهو، حب اللعب، حب التفلت، لا يريد الجد، لا يريد السهر. أنا مرة كنت مع مجموعة من الشباب، قلت: قرأتم اليوم كتابا؟ الجميع يمكن حول 30 ما قرأ أحد منهم كتاب أو فتح كتابا. الآن لو تسأل شبابنا الآن يمكن لو تجمع 100 شاب إلى 1000 شاب ما تجد إلا 2 أو 3 يقرؤون كتابا، غالبهم يعني منصرف للرياضة، منصرف للسباق، منصرف الأمور الترفيهية. هي تؤخذ بقدرها، قد تكون مباحة بقدرها، لكن أمور الجد، أمور المعرفة، أمور الثقافة، أمور العلم، أمور البناء، أمور الإبداع، أمور العبقرية ما عندهم استعداد. وأيضا عندنا مدارسنا وجامعاتنا ما تؤهل الناس، تعطيهم مثلا معلومات عامة، وتجد التعليم شمولي في مواد كثيرة وعدم تخصص وعدم اهتمام، فيخرج لنا أعداد هائلة من هؤلاء الشباب ليس لهم دور في الحياة. وأنا قلت وأنا الواجب نعترف، الغربيون عندهم يعني حضارة وعندهم ثقافة التخصص. يأخذ الواحد منهم مسألة يقتلها بحثا 40 سنة في الطب، في الهندسة، في غيرها من منح الحياة. مشكلتنا نحن عندنا أمور عائمة في التعليم، ما عندنا تخصص ولا تركيز في منحة من المناحي، وليس عندنا دعم قوي من غالب الحكومات. يعني غالب الحكومات لا تدعم الموهوبين ولا تقف معهم حتى يشقوا طريق النجاح. أحيانا قد يكون من المعوقات الإفلاس، الفقر، فتجد رجل موهوب أو طفل موهوب لكن يتيم، ما عنده من يدعمه. ولذلك أنا أشكر من تبنى دعم الموهوبين واللامعين ومن يقف معهم ومن يفتح يعني أبواب التعليم والمعرفة
في عالمنا الإسلامي والعربي. نعم شيخنا، إذا بقراءتك للتاريخ وسير العظماء بالذات من 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 علمائنا، إذا جمعنا شيخنا مثلا 100 من الأعلام عندنا، ما هي الصفات المشتركة بينهم؟ يعني الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، ابن تيمية، ما هي الصفات المشتركة فيهم جميعا؟ أما عظماء الإسلام فأحسنت في هذا صنعا، يمكن أن تكون هناك قواسم مشتركة عند الجميع أو صفة متحدة عندهم. أولها الهمة العالية، فتجدهم من الصغر والواحد منهم عنده طموح عالي مرتفع ليس كأقرانه أبدا. الإمام أحمد وهو طفل يقول: كانت أمي تعدني قبل الفجر وتلبسني ثيابه، طفل تلبسه ثيابه وتعطيه شيء من الخبز اليابس وتنتظر الفجر متى يبرق ثم ترسله وهو موافق معها، وتقول: اذهب طلب الحديث عند هشيم العالم الرباني، وعندي زيد بن هارون العالم الكبير الرباني المحدث، فهو مستعد. الشافعي وهو يتيم تأتي به أمه، مات أبوه، تأتي به من عسقلان من فلسطين إلى مكة. انظر الأطفال يلعبون، الأطفال يقول ويتسابقون وعندهم الألعاب على مستواهم. الشافعي يذهب يأتي باللخاف، يأتي بالخشب ويكتب فيها ما يسمع في الحرم من الزنجي العالم المحدث، ويأتي ويدخل هذه الأخشاب وهذا العظام في غرفة والدتي علشان يحتفظ بها. فتقول والدته مازحة: يا محمد، ما بقي إلا أن تدخل خشبك هذا وعظامك ونخرج حنا في الشارع. فسمع كلام أمه فحفظ الجميع، حفظ ما على الأخشاب وحفظ ما على الألواح، ثم أخرجها وحرقها وجلس مع أمي، صار عالم الدنيا. الهمة العالية عند الجميع. الثاني الصبر، من لا عنده صبر لن يدرك شيء. أنا أقول يرتاح الإنسان إن كان ما عنده صبر وجلد وتضحية، فعندهم صبر. الثالث عندهم أعطاهم الله فطنة، يعني الذكاء بلا شك أنه موهبة ربانية، ولكن نمو الذكاء هذا بالاطلاع بكثرة الحفظ. فالذكاء بلا شك أن الأذكياء لهم يعني تميز في المجتمع، وهذه الله سبحانه وتعالى يمنحها ثم يربيها الإنسان. الرابع أن عندهم تجرد، وسمى الربانية وإخلاص لوجه الله، أقصد علماء الإسلام، فتجد يخلص لله في قضيته، في رسالته، في علمه. الخامس تجد عندهم عدم تعلق بالشهوات وعدم تعلق بالمغريات والملهيات، يعني تجد الواحد عصامي صحيح، ما يأخذ الله من وقته ولا من جهده، وإنما تجده منصبا على مقصوده وعلى همته. الخامس أو السادس أنه منظم، التنظيم في الحياة، تجد عندهم توازن في حياتهم، وقت للعمل، وقت للصلاة، وقت للقراءة، وقت للحفظ، وقت للمطالعة، وقت لتعليم الناس. الفوضوي ليس ناجحا. أكثر الناس الآن يبلغ 60 و70 لا يعرف ينظم وقته ولا يعرف ينظم حياته، ما يدري من يستقبل ومتى الاجتماع عنده ومتى وقت الصلاة ومتى وقت القراءة. الفوضوي هذا فاشل في الحياة. فهذه ربما معالم وغيرها كثير يعني. نعم نكمل إن شاء الله شيخنا بعد الفاصل إذا تكرمت. إذن مشاهدي الكرام نذهب معكم إلى فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. داعي الأيام تفعل ما تشاء. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، ونتواصل معكم ومع حلقة اليوم كيف تكون ناجحا. شيخنا الكريم، موضوع الوقت لا شك أنه يعني يمكن من أهم المواضيع في موضوع النجاح، لكن يضيع على الناس بسهولة شيخنا. ذلك ينجز، في إنسان ينجز الشيخ، ونفس الوقت هو مقسم على الذي لا ينجز، لكن الذي لا ينجز يتعلث بأنه ما في وقت، الوقت يمضي بسرعة. عموما أصلا الناجح في الحياة يقدر قيمة الزمن وقيمة الوقت، ويعلم أن كل دقيقة لها ثمن. أما الفوضوي لا عبرة، لأنه ليس الوقت عنده قيمة وهو تمر عليه الأوقات، ولذلك تجد الفاشل يقول: ما عندنا وقت، ما نستطيع، وما حفظت قرآن مثلا في جانب الشريعة، قال: والله ما عندي وقت. بينما الناجحين يعني تجد حفظوا القرآن وحفظوا متون وعلموا الناس ودرسوا وكتبوا وألفوا وهو جالس في آخر الصف، لأن ما عنده وقود داخلي. الوقت بلا شك، حتى ذكر الوقت في القرآن، قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فالوقت هو مزرعة النجاح ومزرعة العمل، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها عمره فيما أبلاه، يعني الوقت، الدقائق، الساعات. يقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. إذا لم يعتقد الإنسان أنه باستطاعة أن يفعل في الدقيقة الواحدة شيئا، فمعناه أنه ما قدر الزمن. في كتاب حداقة البهجة قلت: الدقيقة الواحدة ماذا تفعل من عمرك؟ وأحصيت أنك في الدقيقة الواحدة مثلا في جانب العبادة أو الشريعة أو العلم تستطيع أن تقرأ 3 صفحات سريعا،
وتستطيع أن تكتب نصف صفحة أو ثلث صفحة، وتستطيع أن تقرأ قل هو أحد 10 مرات، ومن قرأ 10 مرات بني له قصر في الجنة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، سبحان الله بحمده 100 مرة في دقيقة واحدة. لكن من يفكر وقس على ذلك أعمال، يستطيع الإنسان يتصل بالهاتف يقضي غرض في دقيقة، تستطيع تبر أرحامك تتصل بالهاتف في دقيقة. لكن الكسالى ولكن الفاشلين ما يشعرون بهذا، يعني يوم يذهب ينسلخ وتجد تسأله في المساء. الآن اسأل الشباب، شباب المجتمع، قل لهم ماذا حصلتم اليوم؟ هل قرأتم علما جديدا؟ هل حفظ أحد منكم آية؟ هل تعلم مسألة شرعية؟ هل يعني تعلم مهنة تنفعه في الحياة؟ هل جلس مثلا قام بخدمات اجتماعية؟ هل زار مثلا عادة يتيما؟ هل وقف مع مسكين؟ هل بر والديه في غرض أو في حاجة قضاها؟ لا تجد إلا الصفر. ترى الجلوس بالله هل يكون ناجحا من يجلس 4 ساعات في المقهى بلا هم ولا غم إلا شرب السجائر وتناول المشروبات وكذا؟ هذا معروف، احكم عليه بأنه صفر من الآن، يعني احكم عليه بالإعدام معنويا، فهو في عداد الموتى، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. لذلك الله عن أعدائه لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل سبيلا. الإنسان يا أخوان ما خلق للأكل والشرب فقط، خلق للعبادة، خلق ليكون عضوا صالحا في الدنيا، خلق ليعمر الأرض بالعدل والصلاح والنماء، خلق ليكون منفذا لأمر الله في الأرض، خلق ليكون رقما مهما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى نعما الراضي. هذا هو المقصود. نعم. الكسول شيخنا أو الكسل هو يعني عدو النجاح. لكن شيخنا ما دور قلة يعني أو نسبة الذكاء وقلة الفهم، ويعني الإنسان يتعاطى مع الدنيا ربما على قدر عقله؟ نعم، هو الله سبحانه وتعالى قد قسم العقول وقسم الذكاء على الناس، ولا يطالب سبحانه وتعالى العبد إلا بما أعطاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بلا شك بعض الناس يعادل ألف وآلاف من البشر في الذكاء، في العقل، في يعني الخبرة، فهؤلاء مطلوب منهم أن يكون لهم ريادة أكبر، وبعضهم متوسط وبعضهم، حتى أن الله لا يطالب من البسيط إلا بما قدر ما أعطاه، لكن يكون كما قلت أنا يكون ناجح في قدر دائرته. أنا لا أطالب يعني الكاتب البسيط الذي أعطاه الله قدرا من العلم قدرا من الفهم، وطالبه مثل العالم الكبير اللي درجة ابن تيمية أو درجة الشافعي أو ابن رشد، لا، أو ابن خلدون. أيضا الشاعر الذي ينظم القصيدة والقصيدتين عليه يذكر الفضيلة، ليس كالمتنبي وأبي تمام. فالناس درجات، قد علم كل ناس مشربهم. النجاح إخوة ترى أمر نسبي، بحسب نجاح يعني قدرة الإنسان، بحسب موهبة الإنسان، يطالب في الإسلام بأن يؤدي النجاح. حتى أن من الذين يكتبون في النجاح يكون المزارع البسيط ينبغي أن يكون ناجحا في موهبته. المزارع الذي يعدل الماء والذي يحرث التربة والذي ينتج المجتمع ثمارا يانعة وطيبة، هذا ناجح نشكره وينبغي أن ترعاه الدولة وأن تعطيه جائزة. المهندس الناجح الذي يقوم بمهنته ويمهر في البناء ويمهر في التخطيط ناجح ويعطى جائزة، لأن ما من تخصص إلا في ناجح وفاشل. الآن بعض الأطباء يحاكمون دوليا لأنهم أخفقوا أو قتلوا مرضاهم أو تسببوا في إبادة البشرية، فهذا طبيب فاشل. وأيضا بعض المهندسين يحاكمون لأن انهارت العماير والمشاريع التي بنوها، فهذا مهندس فاشل. فما من تخصص أصلا ولا من مهنة إلا وفي ناجح وفي فاشل بحسب الإثقال، لأن في الإسلام يقول سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والإثقال مطلوب، يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إحسان العمل. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث حسن إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا يتقنه. الإتقان مطلوب، مطلوب من الخياط أن إذا اتجه إلى هذا الأمر أن يتقن الخياطة للمسلمين. النجار يتقن الخشابة ويتقن النجارة، الكاتب يتقن الكتابة، فمطلوب منا جميعا الإتقان وهو الإحسان في العمل. نعم. للنجاح شيخنا لا شك أن موضوع التخطيط أمر مهم في موضوع النجاح، لكن البعض شيخنا يقول يريد أن أعيش حياتي يعني أعيش يومي، من ناحية أخرى يقول ممكن أن التخطيط للنجاح ممكن أن يعارض طول الأمل. إنسان عنده طول أمل، التخطيط مطلوب، يعني إعداد العدة مطلوب، ولذلك يقول سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. مطلوب من الإنسان أن إذا أراد مشروعا أو أراد يعني ينفذ موهبة أن يخطط لهذا الأمر وأن يدرسه من جوانبه، حتى أن يرون التخطيط في كل مرحلة مع كل خطوة.
يعني بس ليس التخطيط الأولي، مع كل يوم ومع كل مرحلة تبدأ بالتخطيط. والذي يبدأ أو يبدأ عمله بلا تخطيط هو رجل عشوائي، لن ينجح أبدا، وسوف يصطدم بالواقع الذي يعيقه عن مطلوبه وعن نجاحه. فالرجاء أن يكون عندنا يعني تخطيط يعني على لأعمالنا على حسب ما أعطانا الله سبحانه وتعالى، فنأتي ونستشير. لا يمنع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخير الله وكان يستشير عليه الصلاة والسلام. تجد إذا أراد غزوة صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة، استشارهم أين الطرق يعني أقرب طريق إلى هذا الأمر. كان يغبي أحيانا صلى الله عليه وسلم إذا أراد غالب الغزوات، كان يختار القادة يعني المتمكنين ويرسل الطلاع عليه الصلاة والسلام. فهذا التخطيط مطلوب. أما طول الأمل فهذا لا يتعارض، لأنه مطلوب من الإنسان أن يعيش في حدود يومه، لكنه يخطط كأنه يعيش يعني للأبد. أنه وهذا أثر ليس حديث، يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فنحن مطلوب معنا في الإسلام الإتقان والتخطيط، وهذا لا يتعارض مع مطلوب إنسان يقصر أمله، بل نقول إنك عليك أن تتذكر أنك سوف تموت، عد العدة بتوبة النصوح، بقيام بطاعة الله عز وجل، ومع ذلك خطط في كل خطوة مع كل مرحلة. نعم شيخنا، هل هناك نية معينة مطلوبة لمن يريد أن ينجح يضعها في يعني القصد الأول الذي يضعه في نيته حتى يذهب للنجاح؟ هل في شيء معين تركز عليه؟ نحن المسلمين مطلوب منا الإخلاص، الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. أعمال يقدمها الناجحون في الإسلام أول شرط أن يكون مخلص لوجه الله. الآن مثل الجواد الناجح الثري، مثل الناجح الذي ينفع الناس، مطلوب منه أن يقصد بنفع هذا وجه الله عز وجل، مثل أنه يبني ملاجئ للأيتام، مثل يبني مدارس وجامعات، مثل أنه ينفق يحفر آبار. نقول اقصد وجه الله للثواب منه سبحانه وتعالى، لا تقصد الشهرة كأي يعني غير المسلمين. لأن ترى يقصدون الدنيا، يقصدون جوائز، أو يقصدون لموع مؤقت، لكن المسلم الذي يتعامل مع الله عز وجل يقصد ما عند الله. ولذلك صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، ومن سمع الله به، والثلاثة الذين سعر بهم النار منهم جواد أنفق ليقال جواد وقد قيل، إلى آخره. الأمر الثاني من الصفات التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان أن يكون قصده نفع الناس، لا يقصد يعني المقابل. إذا كان أراد البذل وأراد أن يكون عضوا صالحا، لبعض الناس يقوم بمشاريع لكنه يستدر بها أرزاق من وراه طائلة، وربما يبتز بها من الناس أو يخادعهم في بعض الأشياء. لكن الناجح الذي يعني صاحب فضيلة وصاحب مبادرات طيبة يقصد نفع الناس لوجه الله سبحانه وتعالى. منها ومن أعظمها أن يقصد ما تأتي إليه الحاجة، يعني ما يحتاجه الناس، ويأتي إلى الذين لا يستطيعون، يعني بأعماله يوجهها للذين لا يستطيعون قياما بحياتهم. كلما توجه الإنسان للمساكين، للفقراء، للمعدمين، للمحتاجين، كان أكثر نجاحا. ولذلك ترى الأمم الغربية ولو لم يكن عندهم إسلام يدركون هذا. تجد حتى الرؤساء إذا استقالوا وانتهت يعني ولايتهم يتجهون إلى المعاقين، يتجهون إلى المساكين، إلى حقوق الإنسان، إلى الإغاثة، لأنهم يعرفون يبنون مجدا بهذا. فأنا وصيتي للمسلم سواء العالم أو المسؤول أو الغني أن يتجه إلى هذه الطبقات البائسة الفقيرة المسكينة، لأن النبي عليهم الصلاة والسلام بعثوا للفقراء وللمساكين، وأكثر من يتبعهم هم يعني السواد الأعظم من 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 الغلابة أو من المضطهدين، من المسحوقين، من المجلودين، من المساكين. فينبغي علينا نرفع عن هؤلاء، وهذا أنا أعتبره النجاح الأكبر. أما أن الإنسان يكدس أموالا ويجمع علما وهو لا ينفع ابن مجتمعه ولا ينفع أمته، فهذا لا يعتبر ناجح، ولذلك يلغونه الناس، يشطبون عليه متى ما مات وانتهى، ويحملونه من سجلهم. نعم. نذهب إلى فاصل شيخنا ونعود إلى موضوع التخصص وأثره في النجاح. إذن مشاهدي الكرام، نذهب معكم إلى فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. داعي الأيام تفعل ما تشاء. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، نتواصل معكم ومع حلقة اليوم كيف تكون ناجحا. شيخنا الكريم، التخصص هل هو ركن من أركان النجاح؟ ثم هل شيخنا يمكن أن الإنسان ينجح في أكثر من فن؟ غالب الناس ينبغي أن يتخصصوا، لأن القدرات العقلية والمواهب الذكائية محدودة عند غالب البشر. أما الأفراد من العالم فأحيانا قد يكون الواحد منهم يعني نابغة في أكثر من تخصص. والتخصص مبدأ إسلامي، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل، فجعل الحلال والحرام من تخصصه، وأقرأكم أبي
وأقضاكم علي إلى آخر تلك القائمة. جعل مثل أبي ذر الزهد، وابن عباس مدحه بالفقه ودعانه بالفقه في الدين وتعلم التأويل. تجد خالد بن الوليد بارز في القيادة رضي الله عنه وأرضاه، تجد مثلا حسان بارز في الشعر والقافية. فهذه قدرات يوزع الله على من يشاء، قد علم كل أناس مشربهم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. كل إنسان له موهبة خلقه الله سبحانه وتعالى، خلقها له سبحانه وأعطاه، والله يتعبد بهذه الموهبة. وإنني أحذر يعني غالب الناس ألا يدخل المواهب في بعض، أو لا يدخل التخصصات في بعض. يعني بعض الناس عندنا خاصة عند المسلمين، نحن الآن في جيلنا ترى في فوضوية في تناول الأشياء، أو في العلوم أو في المهن. يريد الواحد يكون منهم طبيب، ويكون خطيب، ويفتي أحيانا، ويصلح بين الناس، ويكتب، ويكون شاعر. أنا وجدت بعض التخصصات أنا يدخلون في أشياء، بينما هو يضعف في تخصصه. نحن نريد طبيبا قويا راسخا في تخصصه ينفع المسلمين في هذا الجانب، وكثر الله خيره وجزاه الله خيرا كفانا في هذا الباب. ونريد الخطيب أيضا يبرع في خطابة مرشدة قويمة يوجه بها الأمة. نريد عالما مفتيا يتخصص في هذا الجانب. المسؤول مهمته العدل والإنصاف والنهوض بالبلد والنهوض بالشعب والأمة، لا يدخل في تخصصات أخرى ويشغل يعني حتى يشتغل عن هذه المسؤولية. لكن أنت ذكرتني بشيء، أن في بعض النوابغ العالميين تجد عندهم 5 فنون أو 6 الله يعطيهم سبحانه وتعالى. وأنا يعني يبهرني صراحة مثل في ترجمة ابن تيمية، مثل ترجمة يعني بعض الناس مثل الشافعي، حتى الغربيين دافنشي هذا يقولون إنه يذكرون عنه بعض المؤرخين الفرنسيين، يقول إن الجامعات، لأنه كان رساما وروائيا وكان كاتبا وكان مفكرا، يقول إن الجامعات تخرج العباقرة والمخترعين والمكتشفين والمهندسين، ولكن دافنشي ما يخرجه إلا الله وحده. فبعض الناس سبحان الله يعطيه الله عز وجل من الملكات ومن القدرات والقوة ما هو مؤهل، لكن هذا قليل ترى، ما يجد في الزمان يجود بهم إلا في فترات محددة. لكن يتكلم أنا عن الغالب، أقول يا أخواني يدرس الإنسان نفسه، ينظر ما هو الذي يعني يرتاح له، يستطيع أن يبدع فيه، يكون بارعا فيه. نعم، هو في هذه النقطة شيخنا في موضوع الإنسان يتعرف على قدراته وعلى مواهبه. شيخنا ما أدري يعني عندما يعني الآن نلوم مثلا الطبيب يخطب الجمعة مثلا، يعني البعض ممكن أن يلومها، لكن فضل الشيخ هو اكتشف أنه لا يريد الطب بعد أن تخرج من الجامعة. هذه حالات نادرة، مثلا الإنسان يكون ما استطاع في تخصصه ورأى أنه يستطيع أن ينفع في أمر آخر له ذلك. حتى أنا لا أحجر على الخطيب أن يعظ الناس ويقول كلام طيب، لكن إذا ضر بتخصصه وإذا دخل النقص على تخصصه نقول لا يا أخي، أنت الآن أذهب 30 سنة من عمرك في الطب، الآن تضعف الآن، تذهب في الإصلاح بين الناس، وتذهب في الخطابة، وتنسى أنت هذا المهمة العظيمة التي تقدمها للناس. لأن العلم هو علم أبدان وعلم أديان، والأطباء والمفتون هم سادة العالم. فأنت تنفعنا أنك تعالج مرضانا، وأنك يعني تنقذ البشرية من الأمراض بعد يعني عفو الله عز وجل. فلا تضعف في هذا التخصص، لأنه وجد أن من يعني عنده يعوم في هذه التخصصات أنه يضعف في جوانب كثيرة. نحن لا نريد نصف خطيب ولا نصف طبيب ولا نصف مفتي ولا نصف فقيه، نريد فقيها كاملا وخطيبا كاملا وطبيبا كاملا. وهذا لا يحصل إلا أن تضغط على المعلومة وأن تتخصص فيها وأن تبدع فيها. هذه ثقافة التخصص، والذي برز فيها الغربيون أكثر، وذلك هم يقومون على أنك تأخذ جزئية من الفني وجزئية من التخصص وتقتله بحثا. يعني مثلا قابلنا في ألمانيا أناس يعالجون من مرض الركب في العظام، نسأله عن القدم قال هذا ليس تخصصي، أنا 30 سنة أدرس المفصل، مفصل الركبة فقط، ويحاضر في أمريكا وفرنسا عن هذا الموضوع، قتله بحثا حتى أصبح يحفظه. ولكن العرب الآن بعضهم الآن يتبرع حتى يعني يشير عليك في الطب، ويفديك بعض العام الآن يفديك في المسائل الشرعية، ويخطب يوم الجمعة، ويصلح بين الناس، وعنده يعقد في الأنكحة، عنده 16 وظيفة. فهذا هو الضعف، لأن ما عرفنا كيف نتخصص في الحياة. نعم شيخنا، هل ممكن أن ينجح الإنسان لوحده؟ يعني في شخص يعزم أن ينجح لكن لوحده، ما يريد أن يستعين بأحد، ما يريد أن يعني يكون مع أحد، لوحده حسب قدرات الشخص. بعض الناس عصامي، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة ولم يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. فتجد الآن
تجد بعض الأيتام الآن شقوا طريق الحياة. أنا لا أتحدث عن الذين أعطاهم الله القدرات الإلهية واختارهم واجتباهم كسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، فإن الله عصمه وهداه واختاره واصطفاه لإقادة البشرية بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر آخر. لكن نتحدث الآن، الشافعي كان يتيم، أين أبوه الذي درسه؟ أحمد بن حنبل مات أبوه صغير، وليس له إخوة وليس له أعمام قاموا معه ولا خالات، عند الواحد منهم الشافعي وأحمد مثل وغيرهم فقط الأم، وكان عنده مبادئ بسيطة، لكن توفيق الله واهتمام هذا الطفل وإقباله. فبعض الناس ترى يشك الطريق إلى المجد. الآن يوجد من أبناء المترفين من تجد أبوه أعطاه مدرس يعني خصوصي ويدرسه على حسابه وعلمه في الخارج وعنده طائرة خاصة وينفق عليه، ويخرج بليدا فاشلا لا يفهم شيئا صفر. وتجد ابن من البادية يأتي من بيت صفيح أو من خيمة ويشق طريقه فيصبح عبقريا ويوقف المجد لأن يكتب تاريخه. المجد ترى مناهبة، ليس المجد ما يعطى كما قلت هدية، يعني كما يقول شوقي وقلت ذلك، وماني المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. هي المجد يأخذ بالإصرار، يأخذ بالإقدام، يأخذ بالحزم بالعزم، وهذه مواهب يعطيها الله من يشاء جل في علاه. نعم، البعض شيخنا يستمع إلى يعني من الناجحين يقول فلان مثلا برع وعمره 20 سنة، فلان 30 سنة وقد ألف مؤلفات كثيرة، في ذلك يستعجل على موضوع النجاح، يعني يرى أن النجاح تأخر. هو هذا النجاح السني والعمري هو بحسب الناس، بعض الناس يفتح الله عليه في 15 في 20 في 30 هكذا يختلف، هذا ليس له عمر. لكن العباقرة في الغالب تجد عندهم النجاح مبكر. الآن طرفة بن عبد بغض النظر هو شاعر جاهلي الذي يعني من ضمن أبيات الكثير ولا ثلاث هن من عيشة الفتى وحكى كلام أحفل متى قام عودي، ترى عمره يوم قتل 26 سنة. ترى سيبويه الذي ألف كتاب النحو أعظم كتاب في التاريخ في النحو مات وعمره 37 سنة. ترى جعفر البرمكي الوزير المشهور الكريم الجواد الذي ضرب بجود المثل 37 لما قتله هارون الرشيد. النووي غفر الله له صاحب الكتب المقبولة الذائعة مات عمره 40 سنة. مجدد أمر الأمة الخليفة الزاهد الراشد عمر بن عبد العزيز مات عمره 40 سنة. بعض الناس الآن يصل 100 110 سنوات والله ما له أثر ولا يستطيع حتى يرعى الغنم. تجد حتى بعضهم يحفظ الفاتحة، شيخ كبير شايب يقابلونه في الصحف أعطنا حياته. ولذلك لماذا أشغال الصحافة بكبير السن؟ أنا أدري أن الله من فضل الله أنه قد طال عمره يمكن يعني عنده عمل وشيء، لكن يقولون ما شاء الله سليم البصر سليم السمع سليم القلب ما مرض، ويشرب حليب خلفات حليب النوق، ويأكل بر ويأكل العسل وذاكرته معه. طيب وش قدم؟ قالوا تحفظ شيء، قال احفظ الفاتحة واحفظ قل هو الله أحد. عنده شيء قرأ كتاب، قال لا ما قرأت. عندك عمل مهنة، قال لا أبدا، أنا في هذا الخيمة وفي هذا الجبل منذ عرفت عمري. يا أخي الأعمار، يا ليت هذا زاد من عمره لابن تيمية أو ليته للنووي أو ليته للشافعي غفر. وهذا الرجل الخير يمكن الله سبحانه وتعالى قبله ويمكنه من أهل الجنة من شيوخنا الكبار ومن شباننا، لكن إشغال الصحافة والمجلات بهم يمكنه من أهل الجنة وأن الله غفر له. لكن ما هو الإنتاج؟ يعني ماذا تتعجبون منه؟ تعجبون من قوة بنياني، لكن ماذا ترك من الأثر؟ الآن جرير الطبراني ترك مجلدات الأمة. نعم، الكسول شيخنا في دنيا الناس، نرى شيخنا أحيانا إنسان كسول أو لا يحافظ على موضوع الوقت، ومع ذلك شيخنا ناجح، يعني عنده بيت وساكن ويعمل وممكن عنده منصب. وممكن أن نجد إنسان يجتهد وعامل خطة ويريد أن ينجح لكن ما وصل إلى النجاح بعد. لا، هو أصل الحكم أن هذا ناجح وهذا فاشل يمكنه حكمه صحيح. لأن بعض الناس مثلا أنك تجد عنده قد يكون عنده قصر وعنده مزارع وعنده نخيل وعنده أشياء وأموال وأرصدة ولكنه فاشل، لأنه أصل المال هذا إما ورثه وراثة أو نحو ذلك، لكنه ليس يعني ما قدم خيرا ولا قدم فضلا. مثل تاجر عنده أموال كثيرة لكن يرابي فيها، يتناول ما حرم الله، لم ينفع أمته، لم ينمي هذا المال، لم يكن عضوا صالحا في المجتمع، لم يكن بمشاريع تنفع الشعب وتنفع الأمة وتنفع الدولة. طيب وش هذا النجاح الذي عنده؟ الآن كثير يعني من التجار العالميين ناس يقوم بغسيل الأموال بالمرابة بالسحت، هذا ليسوا ناجحين. النجاح أن يكون على صلاح وعلى استقامة ويكون على يعني على منهج شريف وعلى ذمة وعلى خلق قويم وعلى صحو الضمير.
أما أن الإنسان عنده يعني قصور ما تقاس أصلا بالأشياء، تقاس بمدى نفع الإنسان كما قلت في أركان النجاح. نعم شيخنا، نأخذ إن شاء الله من علمكم في أسباب النجاح. فضيلة الشيخ، الهمة المتوثبة الملتهبة، يعني يكون إنسان دائما متوثب، من أين يأتي بالدافع؟ من أين يأتي بوقود هذا الدافع للنجاح الدائم؟ أولا للمعلومة، ترى من قراءة الكتب التاريخ والتراجم والسير أحيانا تولد الهمة مع الإنسان، همة يجعلها الله معه منذ أن ولد. الآن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على أن لا نقيس الناس معه، كل الناس فداء له صلى الله عليه وسلم، لكن ما ذكروا في سيرته أنه صلى الله عليه وسلم كان لما ولدته أمه، كان لما ذهب إلى حليمة السعدية في البادية كان ينظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم ويتفكر في النجوم وهو طفل، وغير ذلك مما نقل. فأحيانا تولد الهمة مع الإنسان. الآن مثلا بمسلم الخراساني بغض النظر عن منهجه، لأنه هو نقل الدولة من الدولة الأموية للدولة العباسية، وهو القائد العسكري المعروف، وعمره 18 سنة كان نائم بجانب أمه، فكان يتقلب في الليل فتقول أمه ما تنام؟ قال ما أتاني النوم. قالت لماذا؟ قال عندي همة تنطح الثريا. قالت فماذا تفعل؟ قال سوف أجعل من علمي جهلا وسوف أركب الأهوال والبحار. فركب الأهوال والبحار ونقل الدولة من بني أمية إلى بني العباس، وقاتل ألوف مؤلف بغض النظر، لكن رجل يعني عنده همة. أحيانا تأتي الهمة بالقراءة والمطالعة والممارسة. من قرأ سيرة العظماء يعني صراحة تولع وتشب عنده الهمة وتتوقد. أنا وصيتي للجيل أن يقرأوا سير الكبار، سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين، سير المبدعين، سير المخترعين، سير المؤلفين المصنفين، لأن في المجتمع الآن قليل أن تجد من تجعله أسوة. يعني قل الآن المبدعين والعظماء موجودين، لكن ليسوا في مثل ما نقل في كتب التاريخ. فأنت اقرأ كيف كان العظماء، كيف يقضون أوقاتهم، كيف يقرؤون، كيف يؤدون رسالتهم، كيف يتوازنون في حياتهم، كيف ينظمون أعمالهم، تجد أن عندك همة، وعندك همة المحاكاة والتقليد. نعم. سنتي شيخنا بعد الفاصل إلى الاستمرار والاستمرارية في موضوع النجاح، وأيضا الثبات على الطريق بلا تردد أو ارتباك. نأخذ فاصل ونعود إن شاء الله. إذا مشاهدي الكرام، نذهب معكم إلى فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. داعي الأيام تفعل ما تشاء. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد، نتواصل معكم ومع هذه الحلقة كيف تكون ناجحا. شيخنا الكريم، الاستمرارية المطلوبة في موضوع النجاح وكذلك الثبات على الطريق. البعض شيخنا يعني يحقق نجاح، يريد شيء معين وقد حقق النجاح وعمره ما زال يعني شباب، بماذا تنصح شيخنا؟ نعم، هو مشكلة كثير من الناس أنهم يبدأون خطوات جريئة وصادقة وناجحة، لكنهم يتوقفون أو يتذبذبون، يذهبون عن هذا الطريق يتركونه. ولذلك أقول في المثل من ثبت نبت. لو ثبت أكثر الناس على مشاريعهم التي قاموا لا أتت أكلها ولا أدوا رسالتهم في الحياة ولا وصلوا بإذن الواحد لحد، لكن قل من يواصل. ترى الناس غالبهم عندهم ملل وضجر، تجد الواحد يطلب علم مثل علم الشريعة علم الفقه، فإذا أصبح عنده تحصيل ترك ذلك ومال إلى فن آخر أو إلى وظيفة أو إلى عمل وترك هذا. تجد بعض الناس يبدأ في مشروع، فإذا قام هذا المشروع مشروع إعلامي، مشروع مثلا اقتصادي، لا يواصل فيه فيخفق. المواصلة والاستمرارية هذه من دعائم النجاح والثبات على الخطة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أسأل الله من يسألك الثبات في الأمر. الثبات يا أخي في الأمر ليس بالسهل، ولذلك من ميز الناجحين ترى يثبتون ثابتين على قول وعلى كلمة وعلى مشروع حتى يحققوا أمورهم. نذكر على سبيل المثال أبي الطاهر السلفي، محدث كبير في الإسلام، مؤلف، قيل له كيف حصلت على هذا العلم؟ قال من جلوسي في منارة مسجد جامع الإسكندرية 70 سنة. كان هو وصل 100، 70 سنة يطلب العلم في المنارة، ينزل إلى يصلي في المحراب وكذا. سعيد المسيب وصل في الإمامة مبلغا عظيما تعرفه، أصبح من نجوم الأمة، يقول لابنتي في سكرات الموت ابكي ولا تبكي ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 70 سنة. فالمواصلة أمرها عظيم والثبات على ذلك أمرها عظيم. ولذلك ينبغي على الشباب الذين يبدون مشاريع ألا يذبذبوا. أكثر ما قتل الشباب في الطموح أنهم يتنقلون من تخصص إلى تخصص. عندنا شباب أذكياء يدرس 2 سنين في كلية الاقتصاد، ثم بان له أنه خطأ فرجع إلى كلية اللغة فأخذ سنة، ثم رجع إلى الشريعة فأدرس سنة، لا وصل لهنا وهنا. يقولون في كتاب بزر جمهر، كتاب هندي، يقول إن المخفق مثل الحمار في الهند، يقول فإنه عرض له برسيم والنهر، فتذكر أنه ضامي عطشان
فذهب إلى النهر فتذكر أنه جائع فرجع إلى البرسيم، فلما قرب من البرسيم تذكر أنه ظامي فرجع، قال فمات بين البرسيم والماء. فهذا المخفق الفاشل يموت بين هذا وهذا، يقول ومشتت العزمات، يقول الشاعر ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا غفر ولا إخفاق، وله بناجح وله براسب. نعم. شيخنا، الإنسان ممكن أن يخطط ويضع لنفسه هدف ويحافظ على الوقت، لكن في النهاية هناك سنن كونية في النجاح وفي الحياة. تذكرنا شيخنا في السنن الكونية، يعني مهما فعل الإنسان هذه السنة باقية قد شرعها الله سبحانه وتعالى في موضوع النجاح. عموما نحن مطلوبين أن نسلك الطرق التي تليق بالبشر، الطرق المشروعة، الطرق الذي يعني التي ليست مستحيلة. الإسلام لا يأمر بالمعجزات، الإنسان ليس من مهمته أن ينقل جبل إلى جبل، ولا مهمته أن يطير في الفضاء ولا شيء. الله أمرنا وطلب منا أن نقوم أعمال هي في مقدورنا، لكن على حسب قدراتنا، مثل طلب العلم هذا مقدور وليس لكل أحد مقدور، لكن في عموم الأمة يطلع منهم علماء ويطلع منهم أطباء ويخرج منهم مهندسون ونحو ذلك. ولكن المسلم إذا سلك الطريق وسأل الله سبحانه وتعالى العون يحقق، وحتى إذا ما حقق شيء وحالت ظروف أو مات فهو مأجور أجره على الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. يعني طالب علم يدرس في الشريعة على أنه أو في الطب والهندسة على أن يكون إن شاء الله عضوا صالحا في المجتمع ثم مات في على كرسي الدراسة مأجور وأجره على الله. حصل المقصود، أتى أمر مثلا أصابه مرض وأقعده، المهم أنه بدأ في خطوات النجاح فهو يعتبر ناجح. ولذلك يكرم الناجح إذا حال الظروف قاهرة دون النجاح، لأنه هو ما استطاع لكن الله كتب له هذا الظرف، فينبغي أن يكرم. نعم. شيخنا، البعض يضع أهداف يعني كبيرة وقد يكون تحقيقها أقرب للمستحيل، يعني مثلا يضع أن هدف أن يكون كالإمام الشافعي مثلا في العلم. هل الأهداف شيخنا محددة؟ يعني الإنسان ما ينظر كثير إلى أعلى؟ لهم كثير من التربويين والعلماء يرون أنك ترفع أنت من قيمة الهدف، لأنك مهما رفعت فسوف تكون أقل. فحتى يقول رجل يعني أحد الكتاب من مصر يقول لابني، يا بني اطمح أن تكون أعظم، لا تقلدني أنا فسوف تكون أقل مني 50 درجة، فإنني كنت في حياتي أطمح أن أكون مثل عمر بن الخطاب ثم أنظر إلى أبيك ما أتى بشيء. فلا، أنا مع أن يكون الإنسان يعني عنده همة عالية، فإن بالنسبة للواقع أنه ما يستطيع أن يصل إلى تلك القمة لاختلاف يعني الزمن واختلاف المواهب، أنا مع من يرفع قيمته ومستواه بقدر أنت ما تجلس نفسك في المجلس سوف تجلس بإذن الواحد الأحد. من رضي بالدون فهو في الدون، ومن طلب المعالي وصل إلى المعالي إن شاء الله، ولو لم يحققها فإنه سوف يقع قريبا منها. يعني فرق بين من يأتي إلى الهدف مثلا إلى عصفور أو شجرة فيسدد الرمية إليه، فإنه إذا ما أصابه يقع عند الشجرة وعلى الشجرة، لكن إنسان يترك العصفور على الشجرة ويضرب في الجهة الثانية خلاف هذا. فأنا أرى أن يرفع من مطلوبه ويرفع من همته فإنه سوف يعني يحقق أو يحقق أمرا نسبيا. نعم. شيخنا، دور الاستشارة والاستخارة في النجاح، يعني البعض لا يستشير بعض الشيخ، ممكن أن يذهب يدخل في صفقات تجارية وبكذا ويخسر ومصر على أنه ما يستشير. نحن في حديثنا نتكلم في مجتمع مسلم، مجتمع رضي بالله ربا وبسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم بيه. نحن في الإسلام عندنا حتى عندنا أساليب للنجاح، عندنا آداب للناجحين، منها الاستخارة الباري سبحانه وتعالى، ما ندم من استخار ولا خاب من استشار. فالاستخارة مطلوبة في أي عمل، خاصة عند الأعمال التي يختلف وجهات النظر فيها أو لا يحقق الإنسان فيها الصالح. مثلا بين قسمين في الجامعة ما يدري أيهما، يصلي ركعتين ويأتي بدعاء الاستخارة، بين أن يتزوج أو يسافر للتخصص يستخير الله عز وجل، يستشير العقلاء وخاصة أهل التخصص في الباب، ما يستشير أهل الطب في الهندسة ولا يستشير أهل الفقه في مثلا في الطب أو نحو ذلك. فمن فعل ذلك فقد أصاب، وهذه من علامات النجاح. بل إنهم الذين العلماء الآن الذين يقولون في طلب العلم أو يوصون طالب العلم قال عليك بالاستخارة والاستشارة، وهذا يجري على جميع الناجحين في الإسلام. في طلب العلم الشرعي فضيلة الشيخ، يعني هل يضع الإنسان لنفسه مثلا أن ينجح مثلا بعد 10 سنوات إن شاء الله سيكون يعني طالب علم شرعي أخذ كل العلوم، أم أنه يجزئ شيخنا المسيرة، يعني 5 سنوات مثلا في القرآن، 5 سنوات في الحديث، 5 سنوات هكذا؟ هذه يعني الطرق هذه موجودة حتى عند السلف وحتى في القرون، طريقتين يعني وأحيانا 3 طرق. بعضهم يأخذ فنا فن على حسب هواية الإنسان، لأن بعضهم عنده صبر وجلد يستطيع لفن واحد حتى ينهي، وبعضهم ملول يحتاج إلى أن يشكل في المواد،
فيقال يعني أدرس 3 مواد وأصل بها بعد 10 سنوات إلى أن يكون متخصصا في هذا الباب، فهذا لا يستطيع أن أقول أنه يعني أنه أن هذا يعني الطريقة أن تصلح لكل أحد، بل نقول أن على الإنسان ينظر إلى نفسه ويستشير أستاذه والعالم ماذا يصلح له، فإذا صبر وثابر وحصل فإن الله سبحانه وتعالى سوف يهديه سواء السبيل. نعم، موضوع التوازن شيخنا عند الناجح، لأن أحيانا شيخ نحصل ناجح في العمل لكنه فاشل في الأسرة، ناجح في الأسرة فاشل مثلا في العلم، موضوع التوازن هذا شيخنا غاب. أمر آخر شيخنا أيضا في تاريخنا عندما نقرأ أن الأئمة كانوا يقرؤون بالساعات الطوال وفي الليل وكذا، كيف كانوا في موضوع مع أبنائهم ومع زوجاتهم؟ أنا قلت لك أن من أركان النجاح أن يكون الإنسان من حول الإنسان راضين عنه، ليس ناجح من مثلا عنده شجار مع زوجته وما صلح بيته، أطفاله ليسوا يعني مرتاحين له وليسوا على تربية إسلامية طيبة، زملائه يشتكون منه، مجتمع يتضجرون، ليس ناجح ولو نجح في باب. الناجح ترى تجد ما حوله كله طبيعي، يروح يذهب بانتظام، ناجح في بيته، ناجح في عمله، ناجح في المكتب، ناجح في المسؤولية، ناجح في 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 حتى في لباسه وهندامه، هذا يعتبر أنه متميز، رجل راقي يعني يحترم نفسه ويحترم من حوله. أما الفوضويين فهذا ليسوا، أنا ما أرى أنهم ناجحين مهما كانوا مشهورين أو كذا. الذي لا يصلي مثلا ما هو بناجح عندي في الإسلام، ولو مهما حصل من الأموال وحصل من المناصب، إنسان كريه عند المجتمع، بذيء، يسيء إليهم، يجرح مشاعرهم، لا يحترم إنسانيتهم، ليس ناجح مهما سار كان ولو كان بلغ المريخ. فهذا هو. أما ما ذكرت من أن بعض السلف أو العلماء السلف يقضون الساعات، فهم متوازنون أصلا في حياتهم، لأنهم هم وقتهم للعلم، هم قرر الواحد منهم أن يكون عالما، فطبعا يؤدي حق أهله زوجته وعنده دخل بسيط يكفيه، لكنه منصب في هذه الساعات للعلم، فهو مقرر أن يكون عالما. فهو ناجح بلا شك. وهؤلاء الذين سجلوا أسماءهم في سجل الخلود الكبار هم ببذلهم وبعطائهم، لأنه لابد، شوف يا أخي، التخصص الذي يسلكه الإنسان لابد أن يعطيه غالب الوقت. الطبيب الآن ترى ما يصير بارعا إلا غالب الوقت بعد الأوقات الضرورية للطب، الفقيه للفقه، الخطيب للخطب، وهكذا. نعم شيخنا، الاستفادة من الأخطاء والاعتراف بالخطأ ربما كانت سمة من سمات العظماء، كانوا يتقبلون من بعض شيخنا وبرحابة صدر وهو ماشي في طريقه يعني نحو النجاح، لكن اليوم شيخ يعني تقبل أو الاعتراف بالخطأ أصبح شوي يعني صعب. هو الناجح لا يستمع معصوما، يرى بل يتقبل النقد، وحتى لو كان من عدو من حاسد يأخذه ويقرأه على أنه قد يستفيد منه ويقلب وجهات النظر. الذي يغلق عينيه ويصك ويسد أذنيه هذا معناه أنه رجل معجب وهو على طريقة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني يقول افتح قلبك وافتح نوافذك لكل الأجواء والأهواء حتى تسمع الآراء الأخرى، قد يكون فيها صواب وشيء. أيضا الإنسان عليه أن يتهم نفسه، لا يتهم رأيه، حتى أني ديل كارنيجي يقول عندي ملف اسمه حماقات ارتكبته ومن ناجحين عالميين. فالإنسان قد يخفق في مسائل عليه أن يحاسب نفسه، يكون عنده وقت المحاسبة، أيضا يسمع من حوله يستشيرهم، يجلس مع من ينقده، لأن المشكلة أن بعض الناس يحب المدح، فالمدح المزيف هذا خمر المديح يغطي عليه كل الأخطاء ويستمر في خطئه حتى يقع في داهية دهياء ويقع في مطب ينهي عمره وحياته. نعم، شكر لك شيخنا على هذه الحلقة ونتقابل إن شاء الله في حلقات بارك قادمة. الله شكرا لك الشيخ. إذا مشاهدي الكرام، جئنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة، باسمكم أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني حفظه الله، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. داعي الأيام تفعل ما تشاء.